أهلا بكم إلى الساعة الثالثة من العالم الليلة. نبدأ بالعناوين. المرصد السوري يتحدث عن غارات إسرائيلية على مواقع إيرانية بريف دمشق وسقوط قتلى لعناصر بحزب الله. حماس تتحدث عن اتفاق مبدئي مع إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة وتؤكد أنه لا تبادل للمحتجزين دون وقف النار. هيادا إليون של חמאס בעת הזאת اللي גרום לכך. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالخيار العسكري على الجبهة الشمالية إذا فشلت العملية السياسية. وانفصاليو مولدوفا يطالبون الحماية من روسيا. واشنطن تقول إنها تدعم الحكومة المدعومة من الغرب. أهلا بكم. أفاد المرصد السوري بأن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية بريف دمشق. أوضح أن 4 انفجارات عنيفة دوت في منطقة السيدة زينب وبساتين ببلا بريف دمشق جراء استهداف موقعين في المنطقة، فيما هرعت سيارة الإسعاف إلى موقعي الاستهداف وأسفرت الضربات عن وقوع قتلى وجرحى لحزب الله وعناصر من الميليشيات التابعة لإيران بحسب المرصد السوري. معنا من دمشق المحلل السياسي غسان يوسف. سيد غسان أهلا بكم. فأي إطار توضع هذه الاستهدافات الإسرائيلية الجديدة ضد الميليشيات الموالية لإيران في الداخل السوري؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين. يعني نحن لاحظنا في الفترة الأخيرة تكررت الاعتداءات الإسرائيلية وخصوصا بعد 7 أكتوبر. يعني كان هناك اعتداءات كثيرة على الأراضي السورية طبعا قبل ما حدث في غزة، وكانت الاعتداءات الإسرائيلية أكثر ما تستهدف البنية العسكرية والبنية التحتية السورية. وتعرفين يعني إغلاق المطارات كيف ضربت مثلا مطار دمشق ومطار حلب والكثير من المرافق في سوريا. لاحظنا في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد 7 أكتوبر بأن هذه الضربات يعني هي تحاول أن تكون انتقائية. يعني مثلا حدث اعتداء على المزة وقتل 5 مستشارون إيرانيون. أيضا كان هناك اعتداء على كفر سوسة لم يعلم من هي الشخصية. أيضا حدث اعتداء على قرى الأسد ومنطقة الديماس في حمص، في منطقة السيدة زينب. يعني ونتذكر اغتيال رضا موسوي. اليوم في حجيرة هل هناك يعني ستقول إسرائيل أن هناك أهداف إيرانية، أن هناك مثلا قادة إيرانيون، أن هناك مثلا مستشارون وتعاونون مع الدولة السورية؟ أعتقد يعني بأن هذا الاعتداء باعتبار أن الدولة السورية أعلنت عنه عبر وسائل الإعلام الرسمية فهو اعتداء إسرائيلي واستهدف الأراضي السورية. وإذا كانت يعني تريد أن تقول بأنها تستهدف الإيرانيين فإن الإيرانيين جاءوا إلى سوريا يعني طلب من الدولة السورية في عام 2013 وهم متواجدون كخبراء عسكريين يساعدون الجيش العربي السوري. ولذلك أي اعتداء يعني طيب دام أن هذه الميليشيات جاءت بطلب من النظام السوري وتحت غطاء أمني، هل من المتوقع أن نشهد تحركا للحكومة السورية في هذا الإطار؟ يعني أنا أعتقد أي تحرك يعني للحكومة السورية هو سيكون بالتنسيق مع القيادة العسكرية الإيرانية. يعني سوريا لا تعتبر هؤلاء الميليشيات، هي تعتبر بأنها تتعاون مع دولة صديقة وتقول يعني بأن التحالف مع إيران أو روسيا هو للضرورة. يعني باعتبار أن هناك كان يعني مجموعات إرهابية مثلا قاعدية داعشية إخوانية، البعض منها كان يسيطر على الغوطة في يعني المحيطة بدمشق، كان يعني يقصف دمشق بالقذائف والصواريخ. وأيضا في المنطقة الجنوبية كان هناك الكثير من الميليشيات وكان هناك يعني دعم لهذه الميليشيات. ولذلك اليوم يعني هي التعاون هو بين دولتين. يعني مع من يعني ستتعاون الدولة السورية؟ هل تتعاون مثلا مع إسرائيل التي تحتل الجولان أو مع الولايات المتحدة التي تحتل شمال شرق سوريا أو مع تركيا التي تدعم جبهة النصرة وغيرها من المجموعات الراديكالية؟ ربما يعني المصالح المشتركة بين الدولتين يعني هو الذي أدى إلى هذا التعاون الوثيق بين الدولتين، يعني سواء في
دمشق أو في مناطق أخرى. طيب سيد غسان، هذه الضربات التي وصفتها بالانتقائية ضد هذه الميليشيات الإيرانية في الداخل السوري، إلى أي مدى أثرت على هذه الميليشيات أو على قدراتها في الداخل السوري؟ هلا باعتبار أن هناك اعتداءات يعني على مواقع عسكرية أو على مستشارين إيرانيين، فهي طبعا ستؤثر يعني، ولكن يعني مدى إصابة هذه الأهداف، مدى تأثيرها على الوجود الإيراني في سوريا، على التعاون الإيراني في سوريا، أنا أعتقد يعني بأن هذا من السابق لأوانه. لماذا؟ لأن هناك قرار يعني مشترك من الدولتين بالتصدي لإسرائيل وللضربات الإسرائيلية وبدعم حركات المقاومة، باعتبار أن إذا لم يكن هناك التحام مباشر مثلا ما بين سوريا وإسرائيل، سيكون هناك خيار آخر. الخيار الآخر هو دعم حركات المقاومة سواء في فلسطين، في لبنان، في أي مكان يوجع إسرائيل ويؤلم إسرائيل، لأن إسرائيل هي لا توفر أيضا يعني ضرباتها، في ضرباتها لا سوريا ولا إيران. ولذلك يعني أعتقد بأن اليوم هذا الشيء سيبقى، والسفير الإيراني قال بأن المستشارين باقون في سوريا. شكرا جزيلا من دمشق. نعم، المحلل السياسي غسان يوسف. فقط أنبه إلى هذه الصور التي وردتنا والتي نشرتها وكالة تسنيم الإيرانية لآثار الغارات الإسرائيلية إذن في الداخل السوري ضد الميليشيات الإيرانية، تحديدا في ريف دمشق، حيث أفاد المرصد السوري بأن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية بريف دمشق. إذن هذه الصور الأولية لهذه الغارات والآثار التي تسببت بها. يا ستار، يا ستار، قال وليد الكيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس إن هناك اتفاقا مبدئيا بين الحركة وإسرائيل على إدخال المساعدات لقطاع غزة، إلا أن مسألة عودة النازحين بحاجة لمزيد من المباحثات. أضاف الكيلاني أن الحركة تعمل على مراجعة الورقة التي قدمت إليها إلى اللحظة، بما في ذلك شروط أدرجتها الوساطة الرباعية في باريس، مؤكدا بأنه لا تبادل للمحتجزين مع إسرائيل دون وقف للنار، وهذه نقطة الخلاف الرئيسية. كيلو السكر اليوم ب 80 شيكل و 100 شيكل، الخميره اليوم ب 100 شيكل، وين الحكومه اللي تيجي تطلع على المظاهر اللي قاعده بتصير؟ ولا سائل ولا مسؤول. جابونا من غزه هنا، جابونا من غزه عشان يطعمونا ولا يشربونا ولا عشان يذبحونا هنا في هنا في رفح، ولا مسؤول. والله احنا الوضع عندنا صعب في غزه اليوم، احنا مش ملاحقين نشتغل على المي ال 20 متر ب 3 شيكل، ثلاث بيضات بيطلع حقها 3 دولار، يعني واحد مع عيله، الاكل والشغل ما فيش. انا اليوم جبت من التاجر كيس طحين، اقسم بالله اخذت منه 200 شيكل. الحق اطفالنا تعيش، تعيش بامن، تعيش بسلام. حددوا لنا مكان امن واحنا بدنا نقعد فيه. لا في حليب ولا في خدمات. انا ما بلاقيش كرسي ولا حاجه انام عليها، بنام على الرمل. المي اللي بنشربها ملوثه. قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في الأراضي الفلسطينية بدلا من ائتلاف يضم الحركة. أوضح خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن حماس تؤيد تشكيل حكومة تكنوقراط، مضيفا أن أي حكومة تضم الحركة ستتم مقاطعتها دوليا بحسب قوله. وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن حكومة تكنوقراط فقط يمكنها نقل البلاد برمتها إلى مرحلة انتقالية. المالكي أضاف أنه لا يتوقع معجزات في المحادثات التي تجري في موسكو لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة إعمار غزة. من جانبه قال القيادي في حركة فتح منير الجروب إن حكومة التكنوقراط تقطع الطريق أمام إعادة احتلال إسرائيل غزة. يجب أن لا تنتهي هذه الحرب بأهداف سياسية أخترين من قبل
الاحتلال وأهداف أمنية، هو له هدف سياسي وله أهداف أمنية، بالتالي هذه الحكومة تأتي لقطع الطريق، بالإضافة إلى كما قلت إذا كان هناك دعم دولي سوف يكون هناك دعم دولي ودعم من الأشقاء العرب باتجاه عدم أن لا يكون هناك احتلال إسرائيلي لقطاع غزة وإنهاء الاحتلال للضفة الغربية والقدس. من تل أبيب معنا علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي. سيد علي أهلا بكم. إلى أي مدى بالفعل في الداخل الإسرائيلي يتردد أن أي حكومة تتشكل وتضم حركة حماس قد ترفض رفضا قاطعا إسرائيلي؟ لنرتب الأمور، في الداخل الإسرائيلي لا أحد يتحدث عن هذه الحكومة، لأن مجرد الحديث مع أي قيادة فلسطينية يعني نهاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية بتشكيلاتها المتشددة. لذلك يتناول الإعلام هذه التغييرات داخل السلطة الفلسطينية، استقالة رئيس الوزراء محمد شتيه وبورصة الأسماء المرشحة لخلافته، ولكن لا أحد يضع هذا التطور في سياق مرحلة ما بعد الحرب أو إعادة السلطة الفلسطينية تنظيم نفسها في إطار استعداداتها لمواجهة المطالبات الدولية لها بإصلاحات في إطار كما قلنا مرحلة ما بعد الحرب. يعني شركاء بنيامين نتنياهو سموتريتش وبن غفير واللذان يصفهم الإعلام الإسرائيلي بأنهم عمليا هما رؤساء الحكومة الحقيقيين في إسرائيل يرفضون أي حوار مع السلطة الفلسطينية. فقط قبل قليل يعني انتهت مناوشة سياسية بين وزير الأمن جالانت ووزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير بشأن القيود التي يعني يقال أنها فرضت على بن غفير في تحديد أعمار الذين سيسمح لهم الدخول إلى المسجد الأقصى، بمعنى أن هذه الأنباء تبدو في واد والحكومة الإسرائيلية وأولوياتها في واد آخر. طيب حكومة التكنوقراط التي يتردد الحديث عنها إلى أي مدى قد تمنع إسرائيل من احتلال القطاع مرة أخرى؟ يعني أنا لم أسمع تحليل كهذا. إسرائيل موجودة في قطاع غزة وتستطيع أن تعمق في أي لحظة تواجدها العسكري في قطاع غزة، ونعرف جميعنا أن السؤال المطروح هل ستكون هناك ومتى وإن ستكون عملية في مدينة رفح توسع في إطارها إسرائيل احتلالها لقطاع غزة. يعني حينما يتحدثون عن إعادة احتلال، اليوم يوجد احتلال إسرائيلي لقطاع غزة، لذلك أنا لا أفهم عبارة إعادة الاحتلال. يعني يبدو إسرائيليا أن كل هذه الحكومة هي في إطار مناورة داخلية في محيط الرئيس الفلسطيني، لا تعني الحركات الأخرى الغير محسوبة على السلطة الفلسطينية وعلى منظمة التحرير، وأن أقصد بالأساس حركة حماس، ولا تعني في هذه المرحلة على الأقل الحكومة الإسرائيلية والجانب الأمريكي. مطالب يعني إن كان الرئيس الفلسطيني هو الذي سيكون مسؤول وسيؤدى القسم أمامه، فبالنسبة لإسرائيل على الأقل هذا هو جزء من المشكلة، لأن إسرائيل تقول أن الرئيس الفلسطيني ضعيف، الرئيس الفلسطيني يمول الإرهاب، وبالتالي هي لن تعترف ولن تتعامل مع أي حكومة يكون الرئيس الفلسطيني هو الولي والمسؤول عنها. إسرائيل تريد أن ترى إعادة ترتيب في قيادة السلطة الفلسطينية بحيث يتم نزع أمرين من القيادة الفلسطينية، يعني المطالب بإنشاء دولة فلسطينية هذا أمر غير مقبول عليها. ونذكر أن الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي وبأغلبية تاريخية يعني صوت ضد قيام دولة فلسطينية تفرض على إسرائيل. والأمر الثاني أن الحكومة الإسرائيلية تريد من السلطة الفلسطينية أن تنزع أسلحة الفصائل وأن تكون يعني فقط شريك لإسرائيل في تأمين حياة الفلسطينيين وفي تأمين أمن الإسرائيليين. شكرا جزيلا من تل أبيب، حدثنا علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 6 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف شمال خان يونس جنوبي القطاع، ليصل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى نحو 30,000 شخص منذ أحداث 7 أكتوبر بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
قالت وكالة الأونروا إن عدد شاحنات المساعدات أو شحنات المساعدات اللي دخلت غزة بشكل يومي انخفض بشكل كبير هذا الشهر. وبحسب الأونروا فإن 99 شاحنة دخلت يوميا هذا الشهر مقارنة ب 150 كانت تدخل في شهر يناير الماضي. أضافت الأونروا أن هذه الأعداد ما تزال أقل بكثير من الهدف المحدد ب 500 شاحنة يوميا مع وجود صعوبات كبيرة في جلب المساعدات عبر معبري كرم أبو سالم ورفح. كشفت تقارير إعلامية عن استعداد إسرائيل لإعادة فتح معبر المنطال المعروف بكارني لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى شمالي قطاع غزة. إسرائيل وغزة يبعد كيلومترا ونصف الكيلومتر غرب مستوطنة نحلعوز الإسرائيلية. افتتح عام 1994 بعد توقيع اتفاق القاهرة الذي سبق اتفاق أوسلو. كان يعمل على تسهيل الاستيراد وتصدير البضائع من وإلى غزة تحت إدارة إسرائيل والسلطة الفلسطينية. في الرابع من مارس 1996 تم تفجير مركز ديزنغوف في تل أبيب بعد دخول المنفذ من معبر المنظار. التفجير أحدث خلافات أمنية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ثم انتقلت إدارة المعبر لإسرائيل. مئات الشاحنات الزراعية والصناعية كانت تعبر من غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية والعالم. مئات الشاحنات الإنسانية والنفطية كانت تعبر إلى غزة. في عام 2007 إسرائيل أغلقت معبر المنطار عند تولي حماس السلطة في غزة. في عام 2011 إسرائيل تغلق معبر المنطار بشكل دائم. إحنا جينا خطرنا على حالنا وخطرنا على نفسنا عشان نيجي نلاقينا كابونة من الكابونات المساعدات اللي بتيجي هذه. بيجوا أحد ما يشوف الطيارة جراي بيجي يجروا الناس. ليش؟ لأنهم ملهوفين بدهم يطعموا أولاد. صار هنا يا خالتي جوع وصار عطش والشمال مات والأمراض انتشرت. والله ما أنا قادرة أتكلم يا خالتي. رصدت كاميرا العربية حجم الدمار في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس والذي تم تدميره من قبل القوات الإسرائيلية وتخريب المباني والباحات المحيطة بالمشفى. الزميل أحمد حرب معه التفاصيل. وصلنا إلى مجمع ناصر الطبي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه وإنهاء العملية العسكرية الخاصة. جئنا لنرصد عبر عدسة قناتي العربية والحدث بشكل حصري المشهد هنا. الوضع صعب للغاية، هناك أعمال تدمير وتجريف بشكل كبير من قبل القوات الإسرائيلية التي مكثت في هذا المشفى وحولته إلى ثكنة عسكرية، وقامت باعتقال عدد كبير من الأطباء وأجرت تحقيقات ميدانية، وقامت أيضا بتجريف المقبرة الجماعية بعد دفن جثامين الضحايا من قبل الأهالي والنازحين داخل المجمع. كما تشاهدون أعداد كبيرة من النفايات الطبية وغير الطبية مكدسة في ساحات وباحات مجمع ناصر الطبي. هناك الكثير من القذائف التي استهدفت عدد من المباني، عدد كبير من سيارات الإسعاف وأيضا السيارات المدنية تم استهدافها بشكل كبير داخل هذا المجمع، وبالتالي الأوضاع صعبة للغاية. لا يوجد أحد في هذا المجمع. عمليا قناتي العربية والحدث ترصد بشكل حصري ما يدور وما يجري وكيف المشهد في مجمع ناصر الطبي. أعمال تجريف واسعة في المكان بشكل كبير من قبل الأليات والجرافات العسكرية الإسرائيلية التي قامت وجرفت ساحات وباحات المجمع ناصر الطبي بشكل كبير. هناك تدمير لعدد من الأبنية، للمسجد داخل المجمع، لكافة السيارات التي بقيت في المجمع، وما زالت الأوضاع صعبة للغاية. هناك اشتباكات تدور في المكان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المجمع، والتمركز في محيط مجمع ناصر الطبي. أيضا نشاهد عدد كبير من المنازل التي دمرت في محيط مجمع ناصر الطبي، وما زالت العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في مدينة خان يونس جنوب القطاع. أحمد حرب لقناتي العربية والحدث من داخل مجمع ناصر الطبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نشرتنا مستمرة وفيها. وزير الدفاع الإسرائيلي تعهد باستعادة الأمن للجبهة الشمالية. لدينا أيضا واشنطن تستخدم الذكاء الاصطناعي لمهاجمة الحوثيين.
أهلا بكم من جديد. تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت باستعادة الأمن لمستوطنات الشمال، وذلك باللجوء إلى الخيار العسكري إذا ما فشلت العملية السياسية. جالانت أضاف أن القوات الإسرائيلية تحارب في غزة وعلى الجبهة الشمالية وتبذل قصارى جهدها لاستعادة المختطفين، مشيرا لأن هناك حاجة وطنية لتمديد خدمة العسكريين وتمديد خدمة جنود الاحتياط. الآن هناك ضرورة وطنية في تقدير أداء الجنود النظاميين والعسكريين، علينا جميعا أن ندافع عن البيت، والآن في هذه الحرب ومع ازدياد العبء على الجنود فإنني أقول لكم إن الحرب أثبتت أن على الجميع الدخول في التجنيد. الخدمة العسكرية هي تحدي أمام الجميع، وهذا التحدي يبرز في الحروب خاصة في الفترة التي لم نعهدها حاليا، لذلك نحن بحاجة إلى توافقات كما حدث قبل 75 عاما. قبل ذلك أفادت وسائل إعلام لبنانية بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل في بيت جبيل الجنوبي البلاد دون تسجيل إصابات، كما حلقت طائرات حربية من نوع F-15 في العاصمة بيروت وضواحيها ومناطق لبنانية أخرى. ونتابع هذه الصور التي وردتنا، وبحسب مراسل العربية فهناك غارة على بلدة كفرة بنت جبيل جنوبي لبنان. إذن غارة على بلدة كفرة بنت جبيل جنوبي لبنان، وهذه الصور الأولية لهذه الغارة. يا ستار بات الشرق الأوسط مسرحا لاستخدام التقنيات العسكرية المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت تقارير أمريكية اعتماد واشنطن على الذكاء الاصطناعي في استهداف منصات إطلاق الصواريخ الحوثية وأهداف لميليشيات في العراق وسوريا. هذه الطائرة المقاتلة التي تنطلق لمهاجمة أهداف للحوثيين يرافقها الذكاء الاصطناعي لتحديد أهدافها المعنية بدقة من خلال خوارزميات التعلم الآلي التي ساعدت مؤخراً في تحديد أكثر من 85 هدفاً لغارات جوية ضد 7 منشآت في العراق وسوريا. وفق القيادة المركزية الأمريكية فإن عدداً كبيراً من هذه الأهداف يتم تحديده بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تجميع مئات المقاطع المصورة بواسطة الأقمار الاصطناعية، وتقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليلها وتحديد الأهداف بدقة. كنا نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأماكن التي قد تكون بها تهديدات وللعثور على أهداف غاراتنا الجوية في الشرق الأوسط. إسرائيل باتت تعتمد بشكل كبير أيضاً على الذكاء الاصطناعي في كشف أنفاق حماس في غزة وتحديد أبعادها وتجربة بعض التقنيات الذكية التي لم تستخدم مسبقاً. الحرب في غزة تسبب مخاطر، لكنها تتيح أيضاً فرصاً لاختبار التقنيات الجديدة في هذا المجال. في ميدان المعركة والمستشفيات ثم التقنيات استخدمت في هذه الحرب لم يتم استخدامها سابقاً. استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب يثير قلق منظمات حقوقية، خصوصاً في ظل الحصيلة المرتفعة للقتلى المدنيين الذين يشكلون غالبية ضحايا الصراعات، حيث ما زالت التقنيات الذكية تفشل في الكثير من الأحيان في التفريق بين ما هو عسكري وما هو مدني، الأمر الذي يفاقم ويلات الحروب ومعاناة المواطنين فيها. أعلنت الخارجية الأمريكية عن تأييدها لسيادة مولدوفا بعد أن طلبت سلطات منطقة تراسندنستيريا الانفصالية الحماية من روسيا. من جانبها شددت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شدد ماثيو ميلر على أن الولايات المتحدة تدعم بقوة سيادة مولدافيا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا. قبل ذلك طلبت المنطقة الانفصالية طلبت من روسيا المساعدة في حمايتها مما وصفته بضغوط منسقة تمارسها حكومة مولدوفا على اقتصادها. جاء في نص القرار الصادر على الاجتماع أن هناك ضغوطاً اجتماعية واقتصادية تمارسها الحكومة المدعومة من الغرب، مما يتناقض مباشرة مع المبادئ والأساليب الأوروبية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والتجارة الحرة.
من جانبها اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الناتو بمحاولة تحويل مولدوفا إلى أوكرانيا الثانية دون تفكير في عواقب ذلك على البلاد وعلى المنطقة ككل بحسب تعبيرها. أما بالنسبة لما يسمى بالدعم وفي الواقع عسكرت مولدوفا من قبل حلف شمال الأطلسي رغم وضعها المحايد فلا يوجد شيء جديد هنا. يحاول الناتو بعناد تحويل الجمهورية إلى أوكرانيا ثانية خلافا لرغبة غالبية سكان مولدوفا دون التفكير في عواقب ذلك على البلاد وعلى المنطقة ككل. معنا من موسكو لمناقشة الموضوع سفير فيتسلاف ماتازوف الدبلوماسي السابق. معالي السفير أهلا بكم معنا في العربية، كيف تصفون هذه المطالب الانفصالية اليوم وفي أي إطار توضع بعدما أن أعلنت الخارجية الأمريكية عن تأييدها لسيادة مولدافيا؟ طبعا الضجة الذي نحن نشاهده أيام الأخيرة حول مستقبل مولدافيا بالروسي يعني هذا ليس شيء استثنائي، أنا هذا لازم ننظر على ما هو يقال حول هذا الملف. هذا هو أن مولدوفا يمكن أن يكون أحد القلع لقوات أوكرانية وليست الروسية، لأن بين روسيا وبين مولدوفا هناك مدن المهمة أوكرانية أوديسا نيكولايف إسماعيل وغيرها، كل هذا شمال البحر الأسود تابع لأوكرانيا. لا شك هذا هو يفرق بين مولدوفا وروسيا، ولكن انتصارات الأخيرة للجيش والقوات الروسية في دونيتسك ولوغانسك وفي اتجاه كييف وخاركوف تدل على أن قوات أوكرانية ينقصها الذخائر والإمدادات والدعم المادي والاقتصادي من قبل الدول الغربية، ولذلك يخافون أن قوات روسية تبدأ الهجوم على شتى البحر الأسود الشمالي يعني نيكولايف أوديسا إسماعيل و إليشوفسك، سوف يكون هذا طريقة نحو بريدنستروفيا. مصير ليس عن مولدوفا أما عن بريدنستروفيا، وينشرون أقاويل ومعلومات بين القوسين أن بريدنستروفيا قريبا سوف يعلن يطلب انضمامها إلى روسيا الفيدرالية على نفس الشكل الذي انضمت دونيتسك ولوغانسك سابقا في 2022 في يناير وفي بداية فبراير. كل هذا توقعات، وأي نتيجة اليوم حول مصير مولدوفا هذا طريقة لفتح الباب مولدوفا لجيش أوكراني حتى ينتقل إلى مولدوفا، لأن مولدوفا ليست لديها أي قدرة عسكرية أبدا وإطلاقا. طبعا انضمام إلى ناتو برأيي أنا شخصي هذا غير ممكن بسبب واحد، أن دستور حلف شمال الأطلسي يمنع انضمام الدولة المنقسمة. مولدوفا هي الدولة المنقسمة في منطقة جنوبية بريدنستروفيا، ومولدوفا الأساسية هي طيب. كان طلبت هذه المنطقة الانفصالية من موسكو حمايتها. شكرا جزيلا من موسكو السفير فيتسلاف ماتازوف الدبلوماسي السابق، شكرا جزيلا لك. قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية سيطرت على قرية ستيبوف الأوكرانية التي تقع بالقرب من مدينة أفدييفكا التي أعلنت موسكو السيطرة عليها في وقت سابق، وهو أول مكسب كبير لها منذ السيطرة على مدينة باخموت في مايو الماضي. نفت بريطانيا أي مشاركة مباشرة في الضربات التي ينفذها الجيش الأوكراني بصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا،
قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن استخدام كييف لصواريخ ستورم شادو وعمليات استهدافها تقع على عاتق القوات المسلحة الأوكرانية. جاء ذلك ردا على تلميحات ألمانية بتورط لندن في استخدام الصواريخ. في تصريحاته للعربية قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إن هناك خلافات بين أربيل وبغداد حول الموازنة والنفط، لكن المفاوضات مستمرة بين الجانبين، موضحا أن سحب صلاحيات إقليم كردستان غير وارد. صلاحيات الإقليم صلاحيات موجودة دستوريا، ماكو جهة رسمية عراقية طالبة بسحب الصلاحيات الدستورية اللي موجودة في إقليم كردستان. العراق دولة فيدرالية، وإقليم كردستان عندهم فيدرالية وماشين في تطبيق الفيدرالية في إقليم كردستان. أنا باعتقادي يجوز عندنا بعض المشاكل، مشاكل حول الميزانية، حول قضايا النفط، لكن الاجتماعات والتداول مستمر بين الطرفين، وأنا متأكد نوصل إلى نتائج إيجابية. قضية سحب الصلاحية من الفيدرالية غير واردة، وما أتصور أكو جهة رسمية لا من الإقليم ولا من العراق تفكر بسحب الصلاحية من إقليم كردستان. الرئيس العراقي أعرب للعربية عن رفضه للخروقات الأمنية ضد بلاده من قبل أي طرف بما في ذلك تركيا وإيران، مؤكداً أن الهجوم الإيراني الأخير على مدينة أربيل مرفوض. لكن عندنا ملاحظات على تصرفات الأمنية، أملنا قريباً نحل هالمشاكل. شكلنا وفود لجان مشتركة لبحث وتطوير العلاقات الأمنية مع إيران. علاقاتنا جيدة، ولو هجوم على مدينة أربيل أثرت على معارضة وتقوية المعارضة الشديدة من هجومات على أراضي عراقية من أي طرف كانت، لكن من ناحية الأمنية حدود العراق الإيرانية آمنة. نشاطنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد الهجوم على مقر للاستخبارات، إطلاق نار في العاصمة التشادية وتعطل خدمات الإنترنت. لدينا أيضا على خطى بريكسيت، تكساس تتحرك للاستقلال عن الولايات المتحدة لوضع حد لتدفق المهاجرين. أهلا بكم من جديد. أدلى نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بشهادته أمام مجلس النواب في جلسة مغلقة حول قضية عزل والده جو بايدن في إطار التحقيق بتورطه في قضايا فساد. أطلق الجمهوريون إجراءات عزل ضد جو بايدن لدوره المفترض في نشاطات ابنه التجارية المثيرة للجدل في أوكرانيا والصين. في محاولة لإنهاء أزمة تدفق المهاجرين، يطالب سكان تكساس بحصول الولاية على استقلالها من الولايات المتحدة كما كانت قبل 200 عام. التفاصيل مع غسان. في أقصى جنوب ولاية تكساس الأمريكية ثمة بلدة تدعى إيجل باس، تطل على نهر ريو غراندي الفاصل بين الولاية والمكسيك. هذا الموقع بات مركز أزمة كبيرة مع الحكومة الفيدرالية، بل وأكثر من ذلك بات عنوان نزعة انفصالية تسببت بها أزمة الهجرة والحدود مع المكسيك بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن وحاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت. الأزمة بلغت حد مطالبة أهالي تكساس بالانفصال عن الولايات المتحدة وإعادة الولاية إلى دولة مستقلة كما كانت قبل 200 عام. حركة تكساس القومية تطالب المجلس التشريعي التابع للولاية بتمرير قانون يسمح بإجراء استفتاء على الانفصال. فهل هذا ممكن؟ لا، فالدستور الأمريكي لا يتضمن أي بند يسمح للولايات بالقيام بإجراء استفتاء على الانفصال. لكن إلى أي مدى هذا الحراك فاعل؟ بحسب باحثين فإن هذا الحراك لا يعد أكثر من حركة هامشية. ففي استطلاع لمجلة نيوزويك فإن 67% من أهالي تكساس
يفضلون بقاء الولاية جزءا من الولايات المتحدة. شكرا لغسان. نناقش الموضوع من واشنطن مع مستشار العربية للشؤون الأمريكية دكتور وليد فارس. دكتور أهلا بكم معنا في العربية. هل كان متوقعا أن تثير أزمة المهاجرين النزعة الانفصالية في تكساس؟ أكيد، وهذا أمر يعني يعود إلى التاريخ وليس فقط إلى هذه الحادثة أو هذا العقد. فهنالك نزعتان انفصاليتان في تكساس تاريخيا ونظريا. الأولى هي النزعة الهسبانية التي تطالب باستقلال تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة ضمها إلى المكسيك، ومن أكثرية المطالبين هم قوميين هسبانيين، ولكن بالطبع هذه الحركة هي صغيرة ولم يكن لها أي تأثير. الحركة الثانية هي الآن الأنجلو ساكسون، أي الحركة الانعزالية البيضاء، التي تطالب بعزل التكساس أو تقسيم التكساس وعودته إلى ما كان عليه قبل الاستقلال، وهو جمهورية تكساس. الاثنان هما نظريتان عمليا لمقارعة الإدارة المعارضة إما من اليسار أو من اليمين. الآن باعتقادي الهدف الحقيقي وراء هذا الضغط، وهو صعب جدا للتحقيق على الصعيد الدستوري، لا أقول مستحيل ولكن صعب، هو تمكين حكومة تكساس الولاية بحد ذاتها وهيئتها التشريعية من أن تسيطر على وسائلها الدفاعية وعلى الحدود، أي حدود تكساس مع المكسيك وبالتالي حدود أمريكا مع المكسيك. هذا هو الهدف الأعلى باعتقادي. طيب، أهالي تكساس أبدو ابتعاضا كبيرا جدا من سياسة بايدن في التعامل مع ملف الهجرة. إلى أي مدى بالفعل سياسة بايدن في التعامل مع هذا الملف أثارت هذه النزعة الانفصالية في تكساس؟ التكساس كما كل الولايات هو منقسم إلى يعني إلى فسطوطان، إلى تياران أساسيان. تيار يدعم الرئيس في فتح الحدود أمام المهاجرين وهو تيار عقائدي يساري، وتيار شعبوي واسع جدا يريد إقفال هذه الحدود والسماح فقط للمهاجرين أن يأتوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر القنوات الرسمية القانونية، يعني يرفض الهجرة غير الشرعية. تمسك الرئيس بايدن خاصة في هذه السنة الانتخابية بالسماح للمهاجرين غير الشرعيين كما يسموا الليجلز بأن يأتوا بكل رياحة إلى التكساس وإلى ولايات أخرى، هذا قد أعطى هذا التيار القومي التكساوي قدرة على التعبئة، ولكن بالطبع هذا لن يتحول إلى حقيقة تاريخية. ما سوف ينتجه هو ازدياد أعضاء أو مواطني التكساس في دعمهم لترامب عندما تأتي الانتخابات الفيدرالية في الخريف المقبل. شكرا جزيلا من واشنطن مستشار العربية للشؤون الأمريكية دكتور وليد فارس، شكرا جزيلا لك. أعلن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل عن التنحي عن زعامة الجمهوريين في مجلس الشيوخ بعد أن تولى السيناتور المخضرم زعامة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ منذ 2007. لقد بلغت 82 من عمري الأسبوع الماضي. لم أعد الشاب الذي يجلس في الخلف ويأمل أن يتذكر زملائي اسمي. لقد حان الوقت للجيل القادم أن يتولى القيادة، لذلك أقف أمامكم اليوم لأقول إن هذه ستكون ولايتي الأخيرة كزعيم جمهوري لمجلس الشيوخ. معنا من واشنطن للمزيد من التفاصيل مراسل عربية حسين الطوط. حسين، تداعيات وتفاصيل أوفى حول إعلان زعيم الحزب الجمهوري التنحي عن زعامة الجمهوريين في مجلس الشيوخ. سهام، رغم أن هذا الإعلان كان متوقعا نظرا لتقدم ميتش ماكونيل في العمر ونظرا لوضعه الصحي وأزمته الصحية الأخيرة التي شاهدناها أكثر من مرة كان قد تجمد أمام الكاميرا، إلا أن هذا الإعلان بالفعل خلق صدمة في واشنطن وخاصة في الكونغرس الأمريكي. الكثير من ردود الفعل، بعض معظمها طبعا رحب بهذه الخطوة التي قام بها ميتش ماكونيل وقالوا أنه يعرف ماذا يفعل وأنه يعطي الفرصة للجيل الجديد، ولكن هذا الإعلان يأتي في وقت يعرف الجمهوريون في مجلس الشيوخ وفي الكونغرس الأمريكي بشكل عام حالة من الانقسام حول العديد من القضايا المهمة، بعضها خارجي كدعم أوكرانيا وتقديم المساعدات العسكرية لها التي يؤيدها ميتش ماكونيل وكان من عربي هذا الدعم ويدعو إلى الانخراط بشكل أكبر بدعم أوكرانيا عسكريا وماليا، وأيضا بعض القضايا الداخلية مثل قضايا إصلاح أمن الحدود، وكان هناك مشروع قانون
ساهم ميتش ماكونيل وبدعم منه بوضعه مع الديمقراطيين من أجل أمن الحدود ومن أجل دعم أوكرانيا، ولكن بسبب تدخل دونالد ترامب تم إيقاف وعرقلة هذا المشروع. ويأتي أيضا هذا الإعلان في وقت تزداد فيه قوة دونالد ترامب داخل مجلس الشيوخ وتأثيره، وهذا أيضا ما أشار إليه العديد من المراقبين بأنه صعب على ماكونيل خاصة بعد الانتصار الذي حققه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا. هو الآن المرشح الأوفر حظا، وكان هناك حديث وأحاديث خلال الأيام الماضية عن إمكانية أن يعلن ماكونيل عن دعمه لدونالد ترامب، هو خصم سياسي أساسي له. وقام دونالد ترامب أكثر في مرات سابقة بمهاجمته شخصيا وحتى بمهاجمة زوجته، ولكن هذا الأمر رأى فيه الكثير أنه أمر صعب على ماكونيل أن يتجاوز هذه الإساءات. ولكن كان هناك عدد من حتى المقربين منه من حلفائه مثل السيناتور جون كورنين والسيناتور جون ثون الذين أعلنوا تأييدهم أيضا لترامب. يعني الدائرة المقربة من ماكونيل أيضا أصبحت تؤيد دونالد ترامب. هناك الآن نحو 30 أو 32 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ يدعمون ترامب. هذه كل أمور صعبة، يأتي هذا الإعلان في هذا الوقت تحديدا، طبعا له تداعياته. هناك الآن إشارات إلى دور دونالد ترامب في اختيار القيادة المقبلة للجمهوريين في مجلس الشيوخ. هناك حديث عن ثلاثة مرشحين، جون كورنين، جون ثون وجون باراسو. طبعا هذا التنافس بين هؤلاء الثلاثة سيكون على أشده. وهناك أيضا السيناتور ريك سكوت من فلوريدا، هو أيضا كانت حاول أن يرشح نفسه في المرة السابقة من أجل زعامة الجمهوريين لكنه فشل. هناك الآن الأنظار كلها تتجه حول من سيقود الجمهوريين، ولكن نحن ما زلنا على مسافة بعيدة حتى شهر نوفمبر المقبل. شكرا. لنعرف من هو هذا الزعيم الجديد وما هو دور دونالد ترامب في كل ما سيجري. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل الوافية من واشنطن، مراسل العربية حسين الطوط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مشاكله القانونية والتي تشمل لوائح اتهام جنائية متعددة زادت من دعمه بين الأمريكيين السود. تصريحات ترامب وصفها البيت الأبيض بالبغيضة. He always goes like this. Biden nightmare, and it is a nightmare. Joe Biden, you're fired. ترامب يحاول كسب ود ذوي البشرة السوداء لكن بطريقته. ضمن حملاته الدعائية وخلال حفل عشاء التقى ترامب بعدد من الشخصيات أغلبهم من ذوي البشرة السوداء في ساوث كارولينا. خاطبهم ترامب على طريقته. لقد وجهوا الاتهام إلي مرة ثانية وثالثة ورابعة، وقال كثير من الناس إن هذا هو سبب إعجاب السود بي، لأنهم تعرضوا للأذى الشديد والتمييز وكانوا ينظرون إلي على أنني أتعرض للتمييز مثلهم. هذا ما قالوا، لا أعلم، ربما تعرضت للتمييز أيضا. ترامب الذي يصف نفسه بالمضطهد ويتعرض للعنصرية مثل ما يتعرض لها السود في إشارة إلى القضايا القانونية التي تلاحقه، حظي بحفاوة استقبالهم ودعمهم خاصة بعد استخدامه مصطلحات تمس مشاعرهم نوعاً ما، قائلاً إن دعمهم له نابع من فهمهم بأن الأنظمة الفاسدة تؤدي إلى شر عظيم. نقدم دعمنا لهذا الرجل لأنه وطني، نحتاج لرجل مثله. بالنسبة لنا الوطن قضية وليس اللون. دونالد ترامب سيكسب أصوات كل الولايات ليس فقط أصوات ساوث كارولينا، لأن ما يملكه هو ما نريده، الاقتصاد والحرية. السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جون بير عبرت عن غضبها من تصريح ترامب، خاصة وأنها من ذوي البشرة السوداء أيضا، ووصفت تعليقاته بالبغيضة، ورفضت مقارنة تاريخ مؤلم للأمريكيين السود بشيء قالت إنه مختلف تماماً وإنه لأغراض خدمة الذات. ما رأيناه يؤثر على جميع الأمريكيين، إنه فعل مثير للانقسام والاشمئزاز، ومن الواضح أنه يأتي من رئيس سابق للولايات المتحدة. يبدو أن المنافسة في هذا السباق الانتخابي تجاوزت كافة التقاليد والأعراف،
بعد تراشق المتنافسين بالاتهامات والتشبيهات. South Carolina, thank you very much. رفح السعد، العربية. سمع دوي إطلاق نار متقطع في العاصمة التشادية نجامينا قرب مقر حزب المعارض، تتهمه الحكومة بتنفيذ هجوم على مكاتب لجهاز الاستخبارات ما أدى إلى سقوط عدة قتلى. لاحقا أكدت الحكومة أن الوضع تحت السيطرة بعد أن ألقت السلطات القبض على بعض مظهري الشغب، وشددت الحكومة أن الهجوم وقع بعد توقيف عضو في الحزب الاشتراكي المعارض الذي تتهمه بمحاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا منتصف فبراير الماضي. هذا وتعطلت خدمات الإنترنت في تشاد، بينما لا يزال الجيش يحاصر مقر الحزب الذي يتزعمه يايا ديلو، ومقرر أن ينافس الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي في الانتخابات المقبلة. حمى التوتر السياسي والنزاع على السلطة تصل تشاد، فالبلاد التي يقودها مجلس عسكري منذ 3 سنوات استفاقت على وقع محاولة اغتيال لرئيس المحكمة العليا. وحسب اتهامات السلطات التشادية، فإن محاولة الاغتيال هذه تمت بتدبير من الحزب الاشتراكي المعارض الذي يتزعمه يايا ديلو. الهجوم الذي باء بالفشل وقع في مقر وكالة الأمن الوطني بالعاصمة نجامينا، وأدى إلى سقوط قتلى من بينهم منفذ المحاولة. ومن تداعيات الهجوم أيضا توقف الإنترنت في عموم البلاد. توقيت استهداف رئيس المحكمة العليا بتشاد يبدو حساسا، فالواقعة جاءت غداة إعلان هيئة الانتخابات إجراء الاقتراع الرئاسي شهر مايو المقبل. المثير للجدل هو أن هذه الانتخابات ستعرف ترشح قائد المجلس العسكري محمد ديبي، ورغم أن الأخير أعلن بداية عدم نيته الترشح احتراما للدستور، لكن الوضع تغير بعد إقرار دستور جديد في استفتاء أجري منتصف ديسمبر يسمح له بالترشح. المعارضة لم تتأخر في انتقاد الدستور الجديد، مبدية رفضها ترشح محمد ديبي. وكما هو الحال بالنسبة للعديد من دول غرب ووسط أفريقيا، فإن طيف فرنسا كان حاضرا مرة أخرى وسط هذه الفوضى. فالمعارضة التشادية اتهمت فرنسا بدعم التوريث وسلالات الحاكمة من خلال مساندة محمد ديبي الذي لا يزال متشبثا بالحكم. وسام الذهبي، العربية. أعلن الاتحاد الأوروبي أن عدد طلبات اللجوء في دول التكتل الأوروبي وصل إلى أكثر من 1,014,000 طلب في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين عامي 2015 و2016. أوضح التقرير أن السوريين والأفغان يشكلون أكبر المجموعات المتقدمة لطلبات اللجوء. تسببت الحرائق المنتشرة في ولاية تكساس في الإغلاق المؤقت لمنشأة للأسلحة النووية تعود إلى الحرب العالمية الثانية، هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الإطفاء. لتفادي كارثة نووية بسبب الحرائق، سلطات ولاية تكساس تغلق مؤقتا منشأة نووية تعود للحرب العالمية الثانية. فالنيران التي اجتاحت الولاية الجنوبية تسببت في إغلاق منشأة الأسلحة النووية بانتكس، وتقع بانتكس في مقاطعة كارسون على بعد حوالي 27 كيلومترا شمال شرقي مدينة أماريو. وتم بناء مصنع بانتكس سنة 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، وكان في البداية مصنعا للقنابل التقليدية للقوات الجوية للجيش الأمريكي. تم إغلاق المصنع سنة 1949 مع انتهاء الحرب، قبل أن يستعيد نشاطه بعدها بعامين كمنشأة لإنتاج الأسلحة النووية. ومنذ عام 1975 أصبح مصنع بانتكس الموقع الرئيسي لتجميع وتفكيك القنابل الذرية في الولايات المتحدة. وتعيش ولاية تكساس حالة استنفار قصوى، حيث تم الإعلان عن حالة كوارث في 60 مقاطعة، كما أدت النيران لالتهام ما يقرب من 1040 كيلومترا مربعا وفقا لخدمة غابات تكساس. الأكثر من ذلك، فإن الوضع قد يصبح أكثر خطورة بسبب الرياح القوية التي تؤجج النيران. وسام الذهبي، العربية. في اليونان تعطلت خدمات النقل والمواصلات بسبب الاضطرابات الواسعة في العاصمة أثينا. تأتي هذه الاضطرابات تزامنا مع الذكرى السنوية لحادثة تصادم قطار كاب بناقلة بضائع العام الماضي، أوقعت 57 قتيلا من بينهم طلاب جامعيين. في الختام تذكير بالعناوين. المرصد السوري يتحدث عن غارات إسرائيلية على مواقع إيرانية بريف دمشق،
وسقوط قتلى لعناصر بحزب الله. حماس تتحدث عن اتفاق مبدئي مع إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة، وتؤكد أنه لا تبادل للمحتجزين دون وقف النار. هيادة إليون של חמאס בעת הזאת היא לגרום לכך. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالخيار العسكري على الجبهة الشمالية إذا فشلت العملية السياسية. انفصاليو مولدوفا يطلبون الحماية من روسيا، وواشنطن تقول إنها تدعم الحكومة المدعومة من الغرب. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.